بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. إن شاء الله في الحلقة الرابعة هذا لمقرر ريادة الأعمال سوف نستعرض النقاط التالية والمتعلقة بالعوامل الداعمة لظهور رواد الأعمال خاصة في البيئة الغربية، وكذلك فوائد ريادة الأعمال، وفي الأخير السلبيات والمخاطر المحتملة لهذا النشاط المتعلق بريادة الأعمال. كنا في الحلقة السابقة عرفنا بريادة الأعمال، وكذلك بينا العوامل المختلفة التي ساهمت في تطور ونمو ريادة الأعمال، وهي من بينها الثقافة والقيم الاجتماعية، وكذلك توفر بيئة محفزة، وفي الأخير أن هناك فرص أو هناك قدرة على خلق الفرص، والشخص الذي هو قادر على خلق الفرص بالطبع هو رائد الأعمال، لما تتوفر لديه موارد أو لما تكون له القدرة على جمع الموارد هذه لاستغلالها ولاقتناص الفرص الموجودة. بالطبع الفرص موجودة في البيئة أو في السوق. ففي هذه الحلقة سوف نقدم هذه العوامل الداعمة، سوف نشرحها أكثر، وخاصة لما نأخذ البيئة التي ظهر فيها كثير من رواد الأعمال المعروفين الذين لا زالوا على قيد الحياة، أو الذين تركوا المشعل لغيرهم. فمن بين هذه العوامل التي ساعدت على ظهور رواد الأعمال خاصة هو أني هناك تعظيم لأثر ريادة الأعمال من خلال موقف تبناه المجتمع الغربي، وهو أن رائد الأعمال هو شخص محترم، وكذلك يعتبرونه بطل لأنه ساعد في توزيع ثروة، وأنه ساعد لإيجاد فرص عمل لغيره، وأنه ساعد على أن الاقتصاد البلد يقوى أكثر فأكثر. فهذا الموقف الإيجابي من المجتمع الغربي اتجاه رواد الأعمال جعل أني يعتبر عامل إيجابي ساعد في ظهور هؤلاء الرواد. كذلك أني لما اهتمت هذه البلدان الغربية بالتعليم أدرجت مقررات متعلقة بريادة الأعمال، وهذه المقررات التي أدرجت ساهمت كذلك في استقطاب طلاب رواد أعمال من خلال استقطاب أفكارهم واحتضان الأفكار هذه وبروزها بالطبع في بيئة الأعمال. وكذلك أن ريادة الأعمال أصبحت تخصص يدرس في الجامعات وكذلك في الكليات، وأكيد كان في جدل كبير حول هذا الحقل الأكاديمي المتعلق بريادة الأعمال، فكان هذا الحقل يبحث عن نفسه وعن ذاته، ما كان هناك أرضية أو نظريات قوية متعلقة بهذا الميدان، فكانت كل النظريات هي مأخوذة من عدة تخصصات أخرى، من عدة علوم أخرى كعلوم الاقتصاد وعلوم الإدارة وعلوم الاجتماع.
فريادة الأعمال ما كانت في الماضي تخصص قائم الذات، فكان يبحث عن نفسه أكثر. فلاحظ أن في هذه الجامعات التي تبنت ريادة الأعمال كميدان للتدريس وكذلك ميدان أكاديمي للبحث، أن أصبح الاهتمام بها كبير وكبير جدا، وحتى هناك صياغة نظريات ومبادئ علمية مستوحاة من هذا الميدان الجديد. فنذكر على سبيل المثال أني في الولايات المتحدة الأمريكية أول جامعة أدرجت مقرر ريادة أعمال كان في سنة 46، يعني من قبل بابسون كوليدج، وهي هي كلية صغيرة ولكن هي معروفة إلى الآن ككلية ريادية في هذا المجال. كذلك من بين العوامل التي ساعدت على ظهور هؤلاء الرواد في هذه البيئة الغربية، أن هؤلاء الرواد هم في مقتبل العمر، أو خلينا نقول أنهم وصلوا إلى السن 35 40، وتعتبر هذه السن هي سن تكون في يكون في يكون فيها الشخص رصين وكذلك قادر أنه يقرر أو يتخذ قرار متأني إلى غير ذلك. فظهرت الفئة هذه من رواد الأعمال كذلك بعد اكتسابهم خبرات في معنا في بيئة الأعمال. كذلك أني هناك عامل ثالث ساعد على ظهور رواد الأعمال، هو أن الحياة أو أن الحياة خاصة في هذه البيئة الغربية هي تتسم بالاستقلالية، ولما نقول الاستقلالية بمعنى أن الابن إلى سن 20 فهو يبتعد عن العائلة، سوف يستقل بنفسه. فهذه العوامل المتعلقة بظروف عيش هؤلاء ساعدهم أنهم يتلائمون مع ظروف ريادة الأعمال التي بالطبع تشجع، وهذه الظاهرة التي تفضل أن الشخص يكون مستقل بذاته، يكون رئيس نفسه، وبالطبع هناك قدرة على التعامل. لما رائد الأعمال أنه يقوم بفتح منشأته الخاصة فهو له قدرة على استيعاب أو التعامل مع ضغوط العمل في هذه الظروف. كذلك هناك عامل رابع متعلق بالتطور التكنولوجي. يعني نلاحظ أن البيئة الغربية كانت بيئة متقدمة حتى على الصعيد التكنولوجي، وكانت التكنولوجيا قد ساعدت العديد من رواد الأعمال على أنهم يتمكنون من هذه التكنولوجيات، وتقع توطينها داخل أعمالهم الريادية، وسهلت العديد من الأشياء، خاصة أن رواد الأعمال الذين نشأوا منشآت صغيرة ومتوسطة استغلوا هذا التطور التكنولوجي وزاحموا المنشآت الأخرى والمنشآت الكبرى، وبالطبع استطاعوا أن ينافسوها في أسواقها. كذلك وهي كذلك نقطة متعلقة ومرتبطة بالتطور التكنولوجي، وهي كذلك عامل ساعد على ظهور رواد الأعمال، خاصة بانتشار الإنترنت والوسائل الاتصال والمعلومات الـ ICT. كذلك ساهمت في ظهور
جيل آخر من رواد الأعمال في أواخر التسعينات، مع انتشار كبير للشبكة العنكبوتية، فهذا ساعد كذلك على أني نجد جيل جديد من رواد الأعمال ومن منشآت مبنية على المعرفة، وكذلك مبنية على هذه التقنيات الحديثة. ولما أقول التجارة الإلكترونية، بالطبع أني استطاعوا أنهم ينفذون طرق جديدة في التسويق وفي التجارة باستعمال التقنيات الحديثة، وكذلك باستعمال الإنترنت. وهذا كذلك ساعد على أني عدة بلدان تحولت من بلدان صناعية إلى بلدان، أو من بلدان لها اقتصاديات مبنية على الصناعة، فظهر قطاع واعد كذلك، وهو القطاع الخدمي، الذي استقطب العديد من رواد الأعمال في هذه المنطقة. وخاصة لما نقول أن هؤلاء نفذوا مشاريع خدمية، بالطبع هذه المشاريع الخدمية لا تستهلك الكثير من الاستثمارات، ولها قيمة ذات مضافة كبيرة للاقتصاد. وكذلك أني لما فتحوا هذه المنشآت، لم يكون هناك تكلفة عالية في التأسيس. كذلك لما نحكي عن ريادة الأعمال، أكيد في فوائد. إحنا كنا من خلال الحلقات السابقة كنا بينا بعض هذه الفوائد، لما قلنا أن ريادة الأعمال هي تساعد على النمو الاقتصاد، وكذلك أن تعطي فرصة أو توفر فرص عمل للآخرين، وكذلك أن تحقق ذات رائد الأعمال هذه الحاجة أو الرغبة في تحقيق الذات، تعتبر أرفع حاجة. لما نتذكر سلم أو هرم ماسلو، فليس من السهل أنك تحقق ذاتك، وخاصة لما تقرر أنك تفتح وتؤسس منشأة خاصة بك. فمن بين الفوائد هذه الكثيرة لريادة الأعمال، لابد من رائد الأعمال أن يدرك بأهمية هذه الفوائد، وأن يدرك أنه لما رائد الأعمال يقرر أن يفتح مشروع خاص وأن يمتلك مشروع صغير، فهو سوف يجني عدة فوائد، من بينها الاستقلالية، أنه رائد الأعمال سوف يستقل بنفسه، وسوف يكون هو رئيس نفسه، لن يكون تحت ضغط رئيس مباشر له. فكذلك أني من خلال ريادة الأعمال، وكذلك من خلال ملكية المشروع الصغير، رائد الأعمال يستطيع أن يتميز، أن يستفيد من كل مهاراته، من كل الطاقة الموجودة عنده، لكي يتألق، لكي ينجح في مجال عمله. وكذلك أن هي فرصة كذلك له لكي يحقق طموحاته. يمكن أنه لما كان مثلا موظف في قطاع حكومي أو قطاع عام أو حتى في القطاع الخاص، لم يستطع أن يحقق طموحاته، لأن وجود قيود أو وجود ضغط أو ضغوطات في العمل، أو أني ما استطاع أن يتأقلم مع البيئة اللي كان فيها موظف. فمن خلال ريادة الأعمال يستطيع أن يحقق طموحاته التي حددها. كذلك هي فرصة لرائد الأعمال لكي يحقق أرباح، هي ليست أرباح مشطة، ولكن وهذا من طبيعة ريادة الأعمال، أنك ريادة الأعمال هي متعلقة ب الاستغلال والاستفادة من فرص سوقية، تجاري، أنك
تسعى من خلال عرضك أو من خلال المنتجات وكذلك من خلال الخدمات التي تقدمها أن تكسب هوامش ربحية وكذلك أن عوائد وكذلك تحقق أرباح، والأرباح هذه تساعدك على أنك تنمي هذا المشروع وهذه المنشأة وأنها تستمر إلى سنوات قادمة. كذلك من خلال ريادة الأعمال نستطيع أن نساهم مساهمة كبيرة في المجتمع. رائد الأعمال أني لما يفتح مشروعه الخاص فهي المنشأة هذه وقعت إقامة هذه المنشأة لماذا؟ لكي تشبع حاجات ورغبات مستهلكين اللي هم أفراد من المجتمع. كذلك يمكن من خلال القيمة المضافة التي أوجدها رائد الأعمال يستطيع كذلك أن يساهم في هذا المجتمع. وفي الأخير أني لما رائد الأعمال يفتح مشروعه الخاص وهذا المشروع له إمكانيات النمو المتاحة والنمو يكون سريع فيمكن أنه يوظف أشخاص آخرين، أن يوفر فرص عمل له ولغيره. هذه جملة الفوائد التي يمكن أن نستعرضها في هذه الحلقة، وهناك فوائد أخرى كذلك، لكن لابد أن يدرك كذلك رائد الأعمال أنه سوف يقوم بعمل وهذا العمل ليس من الأشياء السهلة أو الميسورة، فأكيد هناك بعض السلبيات وكذلك بعض المخاطر المحتملة والمتعلقة بهذا النشاط بطبيعة هذا النشاط الريادي، فلابد لرائد الأعمال أن يدرك أن يكون واعي بطبيعة هذه الأشياء بطبيعة ممارسة أعمال ريادية، ويمكن أنها تكون معوقات أو تكون صعوبات، فلابد من رائد الأعمال أنه يتحلى بالصبر وأنه يتحمل هذه المعوقات ويحاول أن يتجاوزها لكي ينهض بمشروعه ولكي ينجح في أعماله. فنجد أن أول سلبية هي أني لما رائد الأعمال يقرر أنه يؤسس منشأة خاصة به فلابد أنه يكون واعي أن في إمكانية أن دخله سوف يتأثر، أن هذا الدخل لن يكون مستقر ولن يكون مستمر كما كان موظف مثلا في منشأة أو في قطاع حكومي كان دخله مستقر في آخر كل شهر بيجي هذا الدخل. كذلك المخاطرة، لابد أن رائد الأعمال يكون مدرك أنه في الإمكانية لفشل هذا المشروع وكذلك هناك إمكانية لنجاح هذا المشروع، فالمخاطرة هنا هي متعلقة بإمكانية خسارة الاستثمار الذي دفع في المرحلة الأولى، فلكي لا يخسر هذا الاستثمار رائد الأعمال ينبغي أن يقوم بدراسة جدوى لمشروعه، وهذه لما يقوم بهذه دراسة الجدوى سوف يحسب هذه المخاطرة. كذلك أن رائد الأعمال لن يكون له دوام محدد، فليس في الجهات الحكومية أو في الجهات الخاصة أو في المنشآت الخاصة، بما أنه سوف يشتغل في مكان أو في منشأة على ملكه فسوف يعطي لها كل الوقت وسوف يكون سعيد. ساعات العمل الطويلة والجادة هي من بين ظروف العمل في منشأة جديدة. كذلك اني في امكانيه ان مستوى المعيشه لدى رائد الاعمال انه ينقص، كان موجود في مستوى معيشه معين لما كان يعمل في منشاه كبيره وكان في
عدة امتيازات، فلما فتح مشروع خاص هناك كان هناك انقطاع أو مرحلة انتقالية ليست بالسهلة. كذلك معاناة من ضغط العمل، رائد الأعمال لما يقوم بتنفيذ مشروعه فهو سوف يتعامل مع عدة جهات، فهناك ضغوط من قبل الموظفين اللي سوف يقع امتدادهم، وكذلك الجهات الموردون، الجهات الداعمة، المصارف، البنوك، الجهات الإدارية الحكومية. فهذا الضغط لازم أنه يستوعبه وكذلك أنه يتحمله لكي يستمر في نشاطه الريادي. كذلك رائد الأعمال يتحمل المسؤولية الكاملة ضمن هذا النشاط الريادي، لأنه هو مالك المنشأة، هو الذي سوف يكون مسؤول على توظيف الأشخاص، هو الذي سوف يكون مسؤول على تسديد قرض لو تمتع ب أو لو تحصل على قرض معين من مصرف أو بنك معين. وكذلك رائد الأعمال لابد أنه يدرك أنه سوف يشعر في وقت ما خلال العملية الريادية، العملية الريادية اللي نقصد بها عملية مثلا عملية تأسيس منشأة جديدة، أني في مراحل هذه العملية سوف في وقت ما سوف يشعر بالإحباط، سوف يشعر بالقلق نظرا لظروف معينة، أنه ما تحصل على ترخيص معين، أو أنه الإحباط شعر به لأني كان في ذك معلومة تهم السوق أو تهم تثبيت أو دخول منافس جديد. فهذه المشاعر والأحاسيس إن يمكن يتلقاها رائد الأعمال المشاعر هذه السلبية شوي، فهذا الشعور لابد أن يكون متوقع، لابد أن رائد الأعمال يحضر لهذه الأشياء، يكون تحضير نفسي كبير. فلا نقول أن ريادة الأعمال أو تأسيس منشأة جديدة شيء صعب، ولكن ليس بالمستحيل. فلما رائد الأعمال يأخذ بعين الاعتبار فوائد ريادة الأعمال من ناحية، وكذلك سلبيات ومخاطر المحتملة المتعلقة بهذا النشاط، ويستوعب أو يكون واعي بهذه الأشياء، سوف يستطيع أن يأخذها بعين الاعتبار لما ينجز مشروعه الخاص. بالطبع إلى هنا نكون أنهينا الموضوع الأول المتعلق بأساسيات ريادة الأعمال، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سوف ندخل في موضوع ثاني وهو يهم رائد الأعمال بالطبع، لأني في الموضوع الثاني سوف نعطي فرصة لهذا رائد الأعمال لكي يتعرف على نفسه، وكذلك لكي يكون واعي بوجود بضرورة وجود صفات معينة موجودة عنده، صفات تكون متعلقة بشخصيته، وكذلك مهارات يكتسبها من التعليم أو من الخبرة السابقة أو من الخبرة المكتسبة. إن شاء الله نلقاكم في الحلقة القادمة، وأستودعكم، وخير ما نختم به هذا اللقاء هذا الدعاء: سبحان الله وبحمده، أستغفره وأتوب إليه. السلام عليكم.